نبدأ. اتفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دي المحاضرة الرابعة معانا في سلسلة المحاضرات اللي كنا بنتكلم فيها عن البيم ابلكيشن ديفلوبمنت. المحاضرة دي تبقى محاضرة خفيفة، يعني مش هنخوض في تفاصيل كتير قوي، ولكن هو مجرد بس كده بنفك المصطلحات اللي الناس تسمع عنها. يعني مثلا الناس تسمع عن الفيرتشوال رياليتي، الاوجمانتد رياليتي، الفيكسد رياليتي، ال 360 فيو، ولكن مش بيكون عارف ايه الفرق ما بينهم. فاحنا ان شاء الله في الليكتشر دي تبقى محاضره خفيفه كده، هنتعرف فيها مع بعض كده عن الانواع دي من الابلكيشنز وبتشتغل ازاي. ولو انا في يوم من الايام حبيت ان انا اطور تطبيق في ار او اي ار او ام ار، اعمل الكلام ده ازاي؟ فان شاء الله يعني هتبقى المحاضره دي نتكلم فيها عن المصطلحات العامه اللي تخص مجال الديجيتال رياليتيز. طيب تعالى كده مع بعض نشوف احنا في السيشن دي هنغطي ايه. هنتكلم عن يعني ايه فيرتشوال رياليتي اصلا، ايه المقصود بكلمه فيرتشوال رياليتي ابلكيشنز. هنتكلم عن حاجه اسمها يونيتي ريفلكت، هنشوف كمان حاجه اسمها اي ار او اوجمانتد رياليتي ابلكيشنز، اللي هو دايما السؤال بقى اللي بيتسال، طب ايه الفرق بين الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي، دي بنستخدمها في ايه، دي بنستخدمها في ايه. فهنتكلم برضو ان شاء الله عن الاوجمانتد رياليتي، هنتكلم عن الميكسد رياليتي ابلكيشن باعتباره من المصطلحات اللي بتترد بشكل كبير جدا، نتكلم عن 360 فيو والويب في ار. ولو انا حبيت ابقى ديفلوبر للانواع دي من الابلكيشنز المفروض اعمل ايه، او المفروض انا اتعلم ايه يعني. طيب قبل ما نبدا خلينا نتكلم عن حاجه، المجال ده بدا يكبر بشكل كبير بالنسبه للبيلدينج، يعني مجال الفيرشوال رياليتي موجود فيه وكان ده بيلد اندستري، هو مجال بشكل كبير بعد ظهور تقنيه انفورميشن موديلنج، او مع تطور التقنيه الخاصه بالبيلدينج انفورميشن موديلنج. لان بمنتهى ببساطه انت دلوقتي بقى عندك ال 3 دي موديل بتاع البيلدينج بتاعك موجود، فبالتالي تقدر انك انت تاخد ال 3 دي موديل ده وتشتغل عليه على جيم انجن سواء كان يونيتي او كان الانريل، وتقدر انك انت تكريت في ار ابلكيشنز. ان انت هنا بتاخد العميل من فكره ان هو مجرد ما بيشوف بيلدينج 3 دي موديل، لا انت الراجل دلوقتي بقى يقدر يخش جوه المبنى بتاعه ويتفاعل معاه ويقدر يعمل كل حاجه اكن المبنى بالفعل بقى موجود. فالتقنيه دي بدات تتطور بشكل كبير جدا بالنسبه لل اي سي اندستري او بالنسبه للبيلدينج اندستري مع تطور تقنيه البيلدينج انفورميشن موديلنج، لكن هي كانت موجوده قبل كده وبتستخدم في مجالات تانية. اول حاجه هنتكلم عنها بمنتهى البساطه يعني ايه في ار، يعني ايه فيرتشوال رياليتي. من اسمها كده اسمها فيرتشوال رياليتي او البيئه الافتراضيه. الفيرتشوال رياليتي هي عباره عن انك انت في انفايرمنت انت بتكريتها، الانفايرمنت دي هي في الاصل مش موجوده. زي مثلا كده لو انت بتشتغل على برنامج زي برنامج الريفت، برنامج الريفت انت بتقعد تعمل موديلنج على البرنامج، في الاخر كود اللي انت بتعمله ده هي حاجات فيرتشوال، هي حاجات مش موجوده، البيلدينج نفسه ده مش موجود في الطبيعه، ولكن ده يعتبر فيرتشوال بيلدينج انت بتعمله. طيب الفيرتشوال رياليتي هو نفس الكلام، ولكن بمجرد ما انا عملت الفيرتشوال بيلدينج ده اقدر ان انا استخدم تقنيات معينه زي ما هنتكلم، زي مثلا الهيدسيت او نظارات الخاصه بالفي ار، وان انا انقل الكلاينت او ان انا انقل الاونر من ان هو مجرد بيشوف 3 دي موديل الى ان هو يبدا يخش ويتعامل مع المبنى ويبدا يتفاعل مع المبنى ويتمشى جوه المبنى بتاعه. كمان يقدر ينتراكت مع المبنى، يعني مثلا يقدر يفتح البيبان والشبابيك، يقدر يغير الالوان، يقدر يتحكم في الاضاءات. طيب كل الكلام دوت، هل الانفايرومنت دي موجوده، او خلينا نكون نتكلم بكلام ادق اكتر، او حتى جزء منها موجود؟ لان زي ما هنشوف الاوجمانتد رياليتي هو عباره عن ميكس ما بين تو رياليتيز، جزء موجود وجزء مش موجود. لكن في الفيرتشوال رياليتي هو كل الانفايرومنت مش موجود. يبقى دي اول حاجه بتميز الفيرتشوال رياليتي، ان كل البيئه دي نفسها مش موجوده. طيب احنا الكلام ده بنقدر نستفيد منه في ايه؟ اول حاجه انك انت بتبدا تختبر البيلدينج دوت قبل ما يتبني. يعني ايه اختبره؟ هل بختبره انشائيا؟ يعني لا، انت بتختبره من حيث رضا العميل عليه. بمعنى انك انت النهارده بتعمل مبنى، ممكن بعد المبنى ما يتعمل موجود في التصميمات بشكل معين، لا والله بعد ما تنفذ الكلاينت قال لك لا انا ما كانش ده اللي في دماغي، او انا عايز حاجه تانية، او مش هو دي الحاجه اللي انا عايز اوصل لها. لكن لو انا قدرت اخد الكلاينت ده وادخله ان هو اكسبيرينس البيلدينج قبل ما البيلدينج ده يتبني، فمعنى كده بنسبه كبيره جدا التعديلات بتاعته او ان هو هيكون راضي على المبنى او نسبه رضاه على المبنى هتبان في المراحل الاولانيه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان كل ما في المراحل الاولانيه كان التعديل كل ما كان اسهل، كل ما بتمشي في المشروع وبتيجي تعدل لا التعديل بيكون اصعب. كمان انك انت بتقدر تاخد نفسك للبروجكت بتاعك، زي ما بتقول تحول 3 دي بيلدينج او 3 دي موديل، لا انت بتاخد نفسك وتبدا تخش جوه المبنى وتبدا انك انت تتعامل وتنتراكت مع المبنى. عشان خاطر ده يتم انت بتلبس نظاره كده، في انواع مختلفه من النظارات، في نظارات
حاجه اسمها اتش تي سي 5 مثلا، دي نوع من انواع النظارات. في حاجه اسمها سامسونج جير، في حاجه تانية خالص جوجل عاملاها اسمها جوجل كارد بورد، لو حد سمع عن الموضوع ده. بمنتهى البساطه انك انت بتاخد الموبايل بتاعك وتحطه في الكارد بورد ده، وتبدا انك انت تكسبيرينس المبنى بتاعك من خلال الموبايل. فهي تقنيه تقدر انك انت تستخدمها على مستويات كتيره، يعني تقدر تستخدمها باشكال ومستويات مختلفه. طيب انت النهارده لما بتيجي تخش على البيلدينج بتاعك، اول حاجه بتحصل انك انت لما تلبس النظاره كده بيتعمل عندك الصوره اللي انت شايفها ديت. الصوره اللي انت شايفها دي بيبقى اسمها ستيريوسكوبيك. يعني ايه ستيريوسكوبيك؟ ان انت انا بقسم لك الشاشه لجزئين، وبالتالي انت كان كل عين بتبص على نفس الجزء، فبالتالي ده بيكون عندك حاجه اسمها ستيريوسكوبيك فيجن، فبالتالي تحس انك انت بالفعل موجود جوه الانفايرمنت. وهي دي اللي بتميز تطبيقات الفيرتشوال رياليتي، ان انت بجيب لك الصوره كده او بجيب لك الشاشه كده وابدا اقسم لك الكلام ده لجزئين. فلما تلبس انت النظاره، الصوره اللي بتتكون في المخ عندك نتيجه الاستيريوسكوبيك فيجن اللي النظاره دي بتوفرها لك، بتخليك تحس ان انا خدتك من الريل انفايرمنت بتاعتك ودخلتك على الفيرتشوال انفايرمنت. طيب دي بتفرق في ايه، او دي مهمه في ايه؟ زي ما قلنا دي بتخلي العميل ان هو يبدا ينتر اكت مع المبنى بتاعه. يعني العميل مثلا ممكن يبدا يغير الالوان، يبدا والله يتمشى في المبنى، يبدا ان هو يغير ما بين الوان الحيطان الموجوده، يغير في الفرش وهكذا. ده بيحصل زي ما قلت ان انت بتاخد الراجل ده من الريل انفايرمنت تاخده تدخله في الفيرتشوال انفايرمنت. يبقى دي كده ده المقصود بكلمه الفي ار، او ده المقصود بالفيرتشوال رياليتي. هنشوف ان شاء الله في اخر المحاضره السؤال الاهم بقى. طب لو انا حبيت اعمل حاجه زي كده، انا النهارده معايا الموديل مثلا بتاع الريفت مثلا، وعايز ابدا اشتغل عليه في ار، اعمل ايه او ايه الادوات اللي بتخليني اعمل ده؟ الحاجه دي هنجاوب عليها ان شاء الله في اخر المحاضره. تعالى كده مع بعض نشوف فيديو كده بسيط. الفيديو ده بيورينا الفيرتشوال رياليتي، يعني نقدر نستخدم الفيرتشوال ديت في ايه. هيك هي شويه دي عباره عن انت كلاينت لما اتكلمنا عن اتش تي سي فايل، انت تدخل مع المبنى اللي انت شايفه ده على اساس ان المبنى دوت اوريدي انت جواه. فكره ان انت حاجه اسمها ايمرج، ان انا خدتك من الريل انفايرمنت دخلتك في الفيرتشوال انفايرمنت عن طريق النضاره او عن طريق الفي ار جلاس اللي انت بتلبسها. طبعا انت كده بتنقل العميل او بتنقل الكلاينت ان ده المبنى بتاعك، ده شكل المبنى بتاعك بعد ما يخلص هيكون بالشكل دوت. وده بنسبه كبيره بيخلي التصور عند العميل في الاول واضح وباين، هو لما المبنى ده هيخلص او بعد ما ينتهي انا في الاخر هشوف ايه، او انا في الاخر هستلم ايه. وده بيكون افضل كتير من انك انت تقعد توريله صور او توريله 3 دي مودلز او حتى توريله المكتات المعماريه، ده افضل بشكل كبير جدا. هنا شفنا هو بيبدا يغير السجاد او بيغير الحاجات اللي بتكون موجوده عشان خاطر في الاخر يشوف ايه الملائم ليه او ايه الشكل اللي هو ممكن يرتاح بعد كده معاه. يعني طبعا كل دي عباره عن فيرتشوال مودلز، دي كلها عباره عن فيرتشوال مودلز. طيب بمنتهى البساطه اللي في الدنيا، يبقى نلخص الكلمتين اللي قلناهم، يبقى الفي ار فكرتها كلها او الفيرتشوال رياليتي ابلكيشن هو انك انت بتبدا تكون بيئه فيرتشوال مش موجوده، وتبدا ان انت تاخد الشخص دوت تنقله من الريل رياليتي او من الريل انفايرمنت، تبدا انك انت يخش في الفيرتشوال انفايرمنت. طب الحقيقه في يونيتي عامله حاجه حلوه جدا اسمها يونيتي ريفلكت. يونيتي ريفلكت بمنتهى البساطه اللي في الدنيا هو بين وبين الريفت حاجه اسمها نيتف انتجريشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انك انت تقدر تربط اليونيتي، اليونيتي دوت واحد من اشهر الجيم انجنز اللي بتستخدم في صناعه الالعاب. طب ايه علاقه صناعه الالعاب او ايه علاقه الجيم انجنز بالفيرتشوال رياليتي؟ لان في الاخر الفي ار ابلكيشن او الفيرتشوال او الفيرتشوال رياليتي ابلكيشن هو في الاخر ده عباره عن جيم، يعني هو في الاخر عباره عن لعبه بالظبط كانك بتعمل اي جيم لاي اندستري ثانيه. ولكن انت بتستخدم الجيم ده او بتستخدم الحاجه دي علشان خاطر تبدا تعرض المودلز بتاعتك للعميل بشكل يكون مختلف شويه، وبشكل يقدر ان هو يشد العميل عن ان هو يكون موجود مجرد 3 دي موديل او بتفرجه على اشكال ثلاثيه الابعاد. فبنستخدم اليونيتي بشكل كبير جدا في
تطوير النوعيات دي من الابلكيشن. يونيتي بيعمل انتجريشن بشكل كويس جدا مع الريفت، ممكن في بلوجن تنزل على الريفت وتبدا انك انت تربط ما بين اليونيتي وتربط ما بين الريفت بشكل يعني في كده سنكرونايزيشن، بمعنى ان لو انت عملت تعديلات على الريفت هتسينك مع اليونيتي. ده بيتم ازاي؟ ده بيتم من خلال حاجه اسمها يونيتي ريفلكت، وانا ان شاء الله في الجروب الخاص بينا اللي هو الخاص بالبيم ابلكيشن ديفلوبمنت هسيب لك اللينك بتاع اليونيتي ريفلكت، بحيث لو انت حبيت تخش وتقرا اكتر عن اليونيتي ريفلكت وازاي بتقدر تستخدمه. الموضوع بقى بسيط جدا، الموضوع بقى بمنتهى البساطه، تقدر انت بمنتهى السهوله باستخدام اليونيتي ريفلكت تربط ما بين برنامج الريفت وما بين اليونيتي بمنتهى البساطه اللي في الدنيا من خلال نيتف انتجريشن. يعني نيتف انتجريشن، نيتف انتجريشن يعني انت بتربط الريفت باليونيتي على طول، مش محتاج اي حاجه تانية. الناس اللي جربت واشتغلت الموضوع ده قبل كده يعرف مثلا ان هو لو شغال على الريفت وحب ينقل على اليونيتي فهو ما يقدرش ينقل دايركت على اليونيتي، لان الموديل نفسه بيفقد الماتيريال، فبيضطر مثلا الاول يحوله ينقله على الثري دي ماكس وبعد كده يبدا ينقله على اليونيتي، او ان هو ينقله من ريفت على اليونيتي وبعدين يبدا يضيف الماتيريال داخل اليونيتي. طبعا عمليه كانت مرهقه شويه، لكن باستخدام اليونيتي ريفلكت زي ما قلنا كده بقى في بينه وما بين الريفت نيتف انتجريشن. نيتف انتجريشن يعني هو بيقدر ينتجريت دايركت مع الريفت. وتعالى كده في الفيديو ده نشوف القصه بتاعه يونيتي ريفلكت دي بتشتغل ازاي. ملحوظه ان اليونيتي ريفلكت قبل ما نشغل الفيديو ده، اليونيتي ريفلكت هو بيشتغل معاك في ار وبيشتغل معاك اي ار كمان، يعني هو بيعمل حاجه اسمها ريل تايم 3D موديلنج. يعني ايه ريل تايم 3D موديلنج؟ يعني هو النهارده لو انت زي ما قلت لك كده تعديل على الريفت يظهر معاك على اليونيتي، تقدر تستخدمه في الفي ار وتقدر برضه تستخدمه في الاي ار ابلكيشن، ان انت ممكن تستخدم يونيتي ريفلكت عشان خاطر تضيف معلومات على بيئه حقيقيه، بيئه موجوده. وطالما بقى انت عندك جزء من الرياليتيز بتاعتك كان عباره عن ريل انفايرومنت، يبقى انت كده بعدت عن الفيرتشوال رياليتي ودخلت في حاجه ثانيه، يا اما الاي ار او الام ار زي ما هنشوف. فتعالى كده نشوف ازاي الانتجريشن ما بين اليونيتي وما بين الريفت من خلال اليونيتي ريفلكت. طبعا شايفين البلوجن دي نازله دايركت جوه الريفت، وهو ده اللي عمل نيف انت كان زي فلتر الموديل، وهنا فكره السنكرونيزيشن اللي بيتكلم فيها ان الديزاينر في الموديل يغير حاجه او يعمل ابديت في حاجه، فاوتوماتيكلي الابديت ده يسمع فيه اليونيتي، ودي حاجه حلوه جدا. تخيل انت لو انت كل شويه بتقعد تعدل حاجه في الريفت وبعدين عايز تروح تعدلها في اليونيتي، ففكره السنكرونيزيشن دي فكره قويه جدا. طبعا هنا شايفين ان هو هيبدا ده كده ريل انفايرومنت موجوده وهيبدا يضيف عليها انفورميشن، الانفورميشن اللي ضافها دي ده كده كده ما بقيناش بنتكلم في الفي ار، كده بنتكلم في الاوجمانتد رياليتي. بس ده كده الفيديو كان بيورينا يونيتي ريفلكت وازاي اليونيتي ريفلكت ده تقدر تستخدمه مع الريفت عن طريق ان هو بيحقق لك زي ما قلنا النيتف انتجريشن، انت مش محتاج حاجه ثيرد بارتي عشان تنتجريت ما بين الريفت وما بين اليونيتي، وطبعا دي حاجه قويه جدا. طيب تعالى بقى ننقل على النوع الثاني من التطبيقات. يعني شوف النوع الاول من التطبيقات بمنتهى البساطه اللي هو الفي ار او الفيرتشوال رياليتي، ده نوع من التطبيقات ان انت بتبدا تتعامل مع انفايرمنت الانفايرمنت دي مش موجوده اصلا، انت تبدا تكريتها. النوع الثاني بقى من الرياليتيز حاجه اسمها اوجمانتد رياليتيز، او حاجه بنسميها الواقع المعزز او البيئه المعززه. الاوجمانتد رياليتي بمنتهى البساطه بدون بقى ما نخش في تفاصيل كتير وتعقيدات كتيره، هو بمنتهى البساطه انك انت بيكون عندك نوعين من الانفايرمنت. طب ايه انواع الانفايرمنت؟ الانفايرمنت يا اما ان البيئه اللي انت موجود فيها بنسميها ريل انفايرمنت، بيئه حقيقيه وهي دي البيئه اللي انت موجود فيها، او فيرتشوال انفايرومنت. فيرتشوال انفايرومنت اللي هي البيئه الافتراضيه اللي هي اصلا البيئه اللي مش موجوده، واللي انت بتبدا تاخد الكلاينت او تاخد نفسك وتنقل نفسك من الريل انفايرومنت للفيرتشوال انفايرومنت، هي حاجه اصلا لسه مش موجوده. لكن الاوجمانتد رياليتي هو ميكس بين الاثنين. يعني ايه ميكس بين الاثنين؟ يعني انا اوريدي عندي بيئه حقيقيه
تمام، وانا عايز البيئه الحقيقيه دي ابدا اضيف عليها معلومات تانية. يعني ايه؟ اغلب التطبيق في المجال ده الناس بتشوف ان احنا والله بيكون عندنا صوره 2 دي ونمسك الموبايل نصور الصوره 2 دي فجاه نلاقي ال 3 دي موديل ظهر. ده تطبيق من تطبيقات الاوجمانتد رياليتي، ولكن هو ما بيقفش لحد هنا. هو مش مجرد انك انت زي ما انت شايف في الصوره هنا اللي عندك في السلايد دي، ان هو مثلا الشخص اللي بيصور ده هو مجرد قدامه لوحه 2 دي وهو مسك صور اللوحه 2 دي دي فطلع له ال 3 دي موديل اللي هي الحاجه اللي كلنا بننبهر بيها. طيب سؤال قبل ما نخش في جزئيه ثانيه، هو ده بيحصل ازاي؟ الفكره كلها هو بيعمل لينك ما بين الايمج وما بين ال 3 دي موديل. يعني ايه؟ يعني الاول انت بتروح تكريت ال 3 دي موديل عادي جدا على الريفت، وبعدين تنقله على اليونيتي وتبدا تشتغل عليه زي ما هنشوف ان شاء الله ازاي لو انا حابب اطور ابلكيشن اعمل ايه. المهم ان انت بايدك بتعمل ال 3 دي موديل. ال 3 دي موديل ده مش بيجي من الفراغ، انت بايدك بتعمل ال 3 دي موديل وبتبدا تلينك ما بين ال 2 دي ايمج وما بين ال 3 دي موديل. فمعنى كده الابلكيشن اللي موجود معاك ده اول انت ما تصور الصوره 2 دي هو بيبدا يتعرف عليها، وبالتالي بيظهر لك ال 3 دي موديل المناسب لل 2 دي ايمج. تمام، دي الفكره اللي بتحصل، ودي حاجه اللي بنسميها الانكورد اوجمانتد رياليتي. بالمناسبه الاي ار ليها انواع كتيره جدا، اشهر انواع الاي ار اللي هي حاجه بتسميها الاوجمانتد او اللي بنسميها الانكورد الانكورد اي ار، اللي هو انت رابط ال 3 دي موديل بتاعك بالصوره 2 دي. ولكن الحقيقه دي حاجه بس كده فور فيجواليزيشن، يعني ان هو انت يعني حاجه بتشوف موديل 2 دي بتشوف موديل 3 دي قدامه. ولكن القوه الحقيقيه مش هنا، القوه الحقيقيه في انك انت بتعزز الانفايرمنت دي بداتا. يعني والله لو انا حولت لك الصوره 2 دي لصوره 3 دي، لما تبدا تبص عليها انت بتبدا تلاقي فيه داتا اتضافت. الداتا دي بتعرفك المبنى ده عباره عن ايه، والله هنا في مجموعه من الاوض، لا والله ده سلم، لا والله ده حمام، يبدا يكتب لك على الفيرتشوال انفايرمنت الداتا اللي هي ليها علاقه بالموديل. فيبقى الاوجمانتد رياليتي بمنتهى البساطه هو ربط او هو عباره عن ربط ما بين تو انفايرمنتس، الريل انفايرمنت والفيرتشوال انفايرمنت. طيب احنا اتكلمنا في الفي ار وقلنا ان اغلب التطبيقات بتاعه الفي ار عشان تحس بيها انت بتستخدمها من خلال الهيدسيت. برضه ده يعتبر تشالنج شويه في الفي ار، لان الهيدسيتس دي مش رخيصه، اللي هي زي مايكروسوفت جير او اللي هي اتش تي سي 5 دي مش رخيصه، دي غاليه شويه. فده يعتبر برضه تحدي من ضمن التحديات، ان مش كل الشركات او مش كل الناس ممكن يكون عندها القدره الماليه ان هي تشتري الفي ار هيدسيت ديت. وطبعا لو استخدمت جوجل كارد بورد مش بتدي لك الكابابيلتيز كلها زي ما انت تكون شاري نظاره هي اوريدي في ار جلاسز. الاوجمانتد رياليتي بعكس الفي ار شويه، هو اغلب استخداماتها تكون استخدام الموبايل. يعني ايه؟ مع موبايل، معاك تابلت تقدر مطلقة تعمل اللي كده، تقدر تستخدمه من خلال الموبايل او تستخدمه خلال التابلت. وهو ده اللي هيبقى بسرعه، وناس كتير جدا تقدر تعمل ابلكيشنز مش محتاج يشتري هيد ستها 1000 واكتر علشان خاطر ده يكريت الفار. طيب تعالى كده اوريك برضو فيديو كده بيتكلم على الاي ار برضو. هنا اللي احنا بنتكلم عنه واللي احنا شايفينه ان زي ما انت شايف برضو صوره هنا اهي، انت عندك هنا صوره 2 دي، واول ما انت مسكت الموبايل وبدات تصور ال 2 دي ايمج بدا يظهر لك ال 3 دي. وانا ده الشكل اللي يعني معظم الناس بيقول بص الصوره 2 دي اتحولت ل 3 دي. لا، هي ما اتحولتش، انت اوريدي انت رسمها على الريفت واخدها من الريفت على اليونيتي. اللي انت عملته كله ان انت عملت فكره انكرنج. انكرنج ده ان انت بتقول اول ما تشوف الصوره دي او اول ما تتعرف على ال 2 دي ايمج ابدا يظهر لي عليها ال 3 دي. ده بيتعمل باستخدام اكتر من حاجه، طبعا بتستخدم اليونيتي بشكل اساسي، وبتستخدم معاه حاجه زي منصه يعني كده بنسميها الاشهر اللي اسمها الفوفوريا، وفي حاجه ثانيه اسمها الاركور. دول بيساعدوك انك انت تعمل موضوع الانكرنج ده، والهي انك انت عشان تعمل نوع من التطبيقات لو انت واقف على الليفل ده اللي هو انت بتاخد صوره 2 دي وتحولها 3 دي مش محتاج ليفل اوف بروجرامنج عالي، مش محتاج انك تكون عارف برمجه اصلا، انت تقدر تعمل الموضوع ده لو انت عارف يونيتي كويس وبتقدر انك انت تتعامل مع الفوفوريا او الاركور. لكن امتى تحتاج بقى البرمجه؟ لو بدا يبقى فيه انتر اكشن مع الاي ار موديل. ايه ده، هو ينفع يكون فيه انتر اكشن مع الاي ار موديل؟ ينفع يكون فيه انتر اكشن. في حاجه اسمها فيرتشوال بوتونز. الفيرتشوال بوتونز دي بمنتهى البساطه بتمكنك انك انت الاي ار موديل اللي انت شايفه اللي هو الموديل اللي مش موجود اصلا ده، انك انت تقدر تانتر اكت مع ال 3 دي موديل باستخدام الفيرتشوال بوتونز. وده موضوع يعني كبير شويه ممكن نبقى نتكلم عنه في سيشنز مختلفه، ولكن انا اقدر اتفاعل مع الاي ار موديل ده باستخدام الفيرتشوال موديل. التفاعل مش بس بيكون موجود مع الفي ار ابلكيشن. تعالى كده نشوف في الفيديو ده برضو بيوضح لنا الفكره. احنا كنا قلنا الفي ار عشان نقدر نفرق هي انفايرمنت اوريدي مش موجوده، انا ما عنديش حاجه هنا في الابلكيشن اللي معانا. لا، انا هنا في الابلكيشن ده انا عندي هنا
real environment. ايه هي real environment بتاعتي؟ real environment الريل انفايرومنت بتاعتي هي اللوحه 2 دي دي. ده كده ريل انفايرومنت، دي حاجه موجوده، حاجه مطبوعه. اللي انا ال 3 دي موديل بتاعي هيبدا يظهر على الريل انفايرومنت، هو ده اللي احنا بنسميه تعزيز الواقع. انت هنا بتعزز الواقع بتاعك، يعني ايه بتعززه؟ بتضيف عليه انفورميشن. هو ده الفرق الرئيسي والاساسي ما بين الفيرتشوال رياليتي وما بين الاوجمانتد رياليتي. تعالى كده نشوف الفيديو دوت مع بعض. طبعا هنا هو انت شايف ان ال 2 دي موديل اتحول ل 3D موديل. هنا بقى الفكره اللي بنتكلم فيها، فكره الانفورميشن اللي هي بتضاف على الموديل نفسه. يقول لك والله هنا بيدروم، هنا بيدروم 1 وهكذا، وتبدا تتحرك جوه الموديل. كمان بتعرف تتفاعل، يعني ممكن تعمل زوم ان، ممكن تعمل زوم اوت. كل الكلام ده ال 3D موديل ده على فكره اوريدي انت عامله، ولكن هو انت ربطته بالصوره ال 2D عشان خاطر اول ما تصور الصوره ال 2D دي يبدا يظهر معاك ال 3D موديل زي ما انت شايفه، وتقدر باستخدام الموبايل تشوفه وكل حاجه. ودي بتبقى اسهل كتير على الشركات الريل استيت ديفلوبرز، ان هم بيبداوا يوروا الكلاينتس البيلدينج بتاعهم بالطريقه دي. مش مجرد يعني، انا عايز تخيل معايا لو انت الكلاينت جاي الشركه وفجاه انت عمال توري له شويه صور واسقاطات معماريه، وجبت تابلت او جبت الموبايل وبدا الكلاينت دوت تصور له الحاجه دي، فبدا يشوف المبنى بتاعه ويشوف مشروع مفروش بشكل 3D، اكيد الامباكت بشكل كبير هيكون مختلف. لذلك هنشوف بعد كده في الفيديو اللي جاي واحده من اكبر الشركات على مستوى العالم ازاي قدرت تستخدم الاوجمانتد رياليتي في الماركتنج بشكل كويس جدا. تعال نكمل كده مع بعض الفيديو ده عشان نشوف ازاي انت بتقدر تلف حوالين المبنى. كل ده انت ماسك الموبايل وعمال تلف حوالين ال 3D موديل وهو ثابت في مكانه، تعمل زوم ان زوم اوت، الدنيا تحس ان انت قادر تتفاعل مع مبنى حقيقي لحد ما. تمام، الفيديو اللي فات شفناه عباره عن لوحه 2 دي، وقدرنا بعد كده اننا نعرض عليها ال 3 دي موديل. تعالى بقى نشوف تطبيق تاني في الاي ار. ايكيا واحده من اكبر الشركات في مجال الفرنتشر على مستوى العالم، يعني كانت تعتبر من اوائل الشركات اللي قدرت تستخدم الاي ار فور ماركتنج. يعني ايه تستخدم الاي ار فور ماركتنج؟ هي شركه بتعمل ايه بمنتهى البساطه؟ هي شركه بتاعت فرنتشر بتبيع اساسات. فجزء مهم جدا او حاجه مهمه جدا عند الكلاينتس اللي بيجوا يشتروا، هو بيبقى مش عارف بنسبه كبيره هو هل الحاجه اللي انا هشتريها دي ممكن تبقى مناسبه للشقه بتاعتي. طب انا يعني الحاجه اللي هشتريها دي حجمها هيكون مناسب في مكان معين وهكذا. فقدرت ايكيا باستخدام الاوجمانتد رياليتي ان هي تخلي الكلاينت يخش على الاب ستور، يحمل الابلكيشن بتاع ايكيا، ويبدا بمنتهى البساطه يصور الفراغ اللي هو عايزه في البيت بتاعه، ويختار نوع الفرنتشر اللي هو عايزها، بحيث ان هو يبدا يشوفها من خلال الموبايل كان الحاجه دي موجوده، وبالتالي بشكل كبير جدا يقدر يكون افضل ان هو يتشجع اكتر ان هو يشتري الحاجه دي. فده كان اهم واحد من اكبر اللي تم استخدامه مجال يعني يعتبر فيجوال نارد. استخدام كله بالنسبه لك في كتكات نوع ده الابلكيشنز عشان خاطر تطور لي الوحدات الخاصه بيها. ده اول حاجه، ده الاستخدام الاول والاساسي للانواع دي من التكنولوجيز. تعال نشوف ايكيا كده استخدمت الكلام ده ازاي. زي ما انت شايف كده هي بدات انك انت زي ما انت شايف كده ان اولا الكورس ده مش موجود اصلا، ده هي بتصور بالموبايل وادي عندها المكان الحقيقي بتاعها او البيئه الحقيقيه اللي هي موجوده فيها، وبدات ان هي تبدا تختار انواع مختلفه من الفرنتشر، وتبدا تعمل لها بليسنج في المكان. التطبيق ده اسمه بليس، وتبدا ان هي تعمل لها بليسنج في المكان ده بحيث ان هي تبدا تقرر اه والله لا اللون مناسب، اللون مش مناسب، الحجم مناسب، الحجم مش مناسب وهكذا. فده كله بقى سهل جدا على الكلاينت باستخدام تكنولوجيا الاوجمانتد رياليتي. تبدا من هنا تبراوز تختار نوع الفرنتشر اللي انت عايزه عشان تشوفه هيبقى شكله عامل ازاي مع الريل انفايرمنت بتاعتك.
اي ايكيا واحده من اكبر الشركات على مستوى العالم في مجال الفرنتشر، قدرت ان هي توظف تطبيقات الاوجمانتد رياليتي عشان خاطر تبدا تسوق لي المنتجات بتاعتها. وده طبعا بشكل كبير الانواع ديت من التطبيقات بتبقى مهمه جدا للبيزنسز، لان هي السوق بيبقى فيه كم كبير جدا من المنافسه، وبيكون جزء مهم جدا هو ان انت ازاي بتعرض البرودكت بتاعك، ازاي بتعرض الحاجه بتاعتك للكلاينتس عشان خاطر تشدوا بيها. من وسط شركات فرنتشرز كتيره جدا، ايكيا طبعا شركه كبيره، ولكن من وسط شركات فرنتشرز كتيره جدا ايكيا قدرت تستخدم الموضوع ده، وبالتالي هي بقت عند الكلاينتس مميزه بشكل كبير جدا عن باقي الشركات، لان هي قدرت تميز المنتجات بتاعتها، او قدرت ان هي تتميز في عرض المنتجات بتاعتها. وده جزء مهم جدا للناس بتوع الماركتنج، ان هو لازم يكون مميز في عرض المنتج بتاعه، او يعرض المنتج بتاعه بطريقه مختلفه تقدر ان هي تشد الكلاينتس ليه، او تخليه هو من اول الاختيارات لو الكلاينتس بعد كده فكر ان هو ياخد القرار بتاع الشراء. يبقى الاوجمانتد رياليتي زي ما احنا قلنا بمنتهى البساطه هو عباره عن دمج ما بين ريل انفايرمنت، ان انت عندك حاجه اوريدي موجوده وبتبدا انك انت تضيف عليها حاجه جديده، حاجه مش موجوده فيرتشوال انفايرمنت. ده كده بالنسبه للاوجمانتد رياليتي. نيجي بعد كده نتكلم عن الام ار او الميكسد رياليتي. الميكسد رياليتي هي الاوجمانتد رياليتي، ولكن باستخدام نظاره، يعني انت بتلبس جلاسز كده مش باستخدام الموبايل اب. الميكسد رياليتي زي، طب ايه الفرق ما بين الام ار والاي ار؟ هو هما الاثنين هما نفس الحاجه، هما الاثنين ليهم نفس الكونسبت، ان انت بيكون عندك بيئه فيرتشوال وبيكون عندك بيئه ريل، وبتبدا انك انت تدمج الاثنين ببعض. ولكن اللي بيستخدم مصطلح الميكسد رياليتي فور ماركتنج وايز، يعني مايكروسوفت هي اكتر واحده بتستخدم مصطلح الميكسد رياليتي بشكل كبير عشان خاطر تبدا تسوق بيه للهيدسيت بتاعتها اللي هي حاجه اسمها مايكروسوفت هولنز. الاي ار زي ما قلنا ان انت اغلب التطبيقات بتاعته ممكن تعملها من خلال الموبايل اب، ولكن انت لا مش عايز تستخدم الموبايل، انت عايز تلبس نظاره وتبدا من خلال النظاره دي تشوف الدمج اللي بيحصل ما بين الريل انفايرمنت وما بين الفيرتشوال انفايرمنت. طبعا ده لسه مش منتشر بشكل كبير قوي لان النظارات غاليه، يعني مايكروسوفت هولولينز نظاره غاليه، اعتقد ثمنها ممكن يتعدى $1,000 وشويه على حسب ما انا متذكر يعني، فبالتالي هيبقى الموضوع شويه صعب على ما هو ياخد الموضوع بتاع الانتشار زي ما تم انتشار الموبايل ابلكيشنز. موبايل ابلكيشنز الناس كلها معاها موبايل ابلكيشن. الميكسد رياليتي زي ما احنا بنقول هي الفكره كلها نفس، هي نفس الفكره بتاعت الاي ار، اللي هو انت بتبدا تدمج ما بين ريل انفايرمنت وما بين فيرتشوال انفايرمنت، ولكن وقتها بتبقى لابس هيدسيت او بتبقى لابس نظاره. تعال نشوف كده مع بعض ازاي بيتم استخدام مايكروسوفت هولنز في المجال بتاع البيلدينج، او في مجال البي اي ام، انا اسف، في مجال البيلدينج اندستري. تعال نشوف ازاي بيتم استخدام مايكروسوفت هولنز في الموضوع ده. زي ما انت شايف كده، هي دي اللي كنا اتكلمنا عليها، حاجه اسمها الفيرتشوال بوتون. اليوزر اللي انت شفته ده، السكرين دي اوريدي، السكرين دي مش موجوده، يعني السكرين اللي هو بيضغط عليها دي هي مش موجوده، هي حاجه فيرتشوال. طب ازاي حاجه فيرتشوال وانت ضغطت عليها؟ ما هو دي بقى فكره الميكس رياليتي، او هي دي اللي بتساعدك عليها ال كده غالي، يعني انت انك تضغط عليه انتر اكت ريدي مش موجوده الشاشه هوا، لما بتضغط تدي تكمل في الابلكيشنز. ده الميكس دي باستخدام مايكروسوفت هولنز. ادي ده مبنى عادي جدا، هنا بدا بقى يشوف الضغطات جوه المبنى. طبعا الكلام ده كله مش موجود، الكلام ده كله فيرتشوال، الكلام ده كله ممكن يكون تحت السقف اصلا، مش ظاهر، بس هو اليوزر اللي لابس النظاره دي عايز يبدا يشوف الكلام ده، مش بس كده، وعايز كمان يبدا يتفاعل معاه، فيبدا يعمل ده باستخدام الميكسد رياليتي وباستخدام النظاره بتاعه مايكروسوفت هولولينز. كل الكلام ده كلام فيرتشوال زي ما انت شايف. ده ممكن يكون مهم جدا للناس اللي بتشتغل في المجال بتاع الصيانه. ادي الفيرتشوال بوتوم، وبيبدا كمان ينتراكت معاه، يخفي حاجه يفتح حاجه وهكذا. السكرينز دي يا شباب فيرتشوال، يعني ايه السكرينز مش موجوده؟ ده هو بيعمل الكلام ده كده اون اير على الهواء.
ده برضو احد التطبيقات اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الاي ار. احنا قلنا التطبيق الاول او اكتر حاجه بتستخدم بيها فور ماركتنج، ان هي بتستخدم في الماركتنج بشكل كبير وبشكل اساسي. وتاني حاجه برضو ممكن انها تستخدم في الصيانه او الناس اللي بتشتغل مع التكييفات والكلام ده، يقدر ان هو باستخدام النظاره او حتى باستخدام الموبايل ديفايس يبدا ان هو يشوف اشكال شبكات الدكتس والتكييفات اللي موجوده داخل المبنى، ويبدا يتحرك معاها، وكمان يبدا ان هو يعرف الانفورميشنز بتاعتها بمجرد ما يضغط على اي واحد فيهم. ده كده الجزء الخاص بالميكسد رياليتي. الميكسد رياليتي زي ما احنا قلنا هي شبه الاي ار، هي شبه الاوجمانتد رياليتي، ولكن باستخدام النظاره بتاعه مايكروسوفت هولولينز. في نوع تاني من انواع الابلكيشنز بيستخدم بشكل كبير، حتى احنا مؤخرا بدانا نشوفه على الفيسبوك، اللي هي 360 ديجري او البانوراميك فيو. البانوراميك فيو بمنتهى البساطه هو انك انت بتبدا تاخد مجموعه من الصور متتاليه ورا بعضها، وبتجمع الصور دي كلها في فيو واحد او في شكل واحد. الفكرة ان دي عبارة عن صورة، انت بتاخد الصورة دي من مكان ثابت، بمعنى انك انت ما تقدرش تتحرك في المكان، ما تقدرش تمشي في المكان، لا انت بتاخد الصورة دي من مكان محدد، بتاخد الصورة دي من مكان ثابت، وتبدأ بعد كده انك انت تلف بقى حوالين المكان دوت بشكل تطلع ups and downs، ان انت تطلع فوق وتحت او يمين وشمال. ده اللي احنا بنسميها 360 panoramic فيو، ودي اعتقد اكتر ناس بيستخدموا الموضوع ده المعماريين علشان خاطر ان هو يبدا ان هو يعرض شغله. دي ممكن تستخدمها على جهاز موبايل عادي جدا، ممكن تستخدمها باستخدام الفي ار ديفايسز سواء الاوكلس ريفت او اتش تي سي فايف، تقدر انك انت تستخدمها من خلالها. تعال انا كده اوريك برضو شكل من ضمن من اشكال ال 360 بانوراميك. ممكن تختار مثلا شكل من ضمن الصور الموجودة دي ونبدأ إننا نعرضها. ادي كده انا كده واقف في مكان ثابت، واخد الصوره دي او واخد اللقطه دي من مكان ثابت، اقدر بس اللي انا اعمله ان انا ابدا اتحرك كده في المكان بشكل 360، ابدا الف في المكان، وده بيكون عباره عن مجموعه من الشوتس بتتاخد ورا بعضها، وفي الاخر بيتم تجميعها علشان ادي لك الاحساس انك انت موجود داخل المكان او انك انت بتتحرك في المكان. الاوبشنز بتاعتها زي ما انت شايف كده، مجرد عرض فيوينج، ان انت بتلف في المكان بس كده تبدا تشوف المكان بشكل بانوراميك. دي اللي هي بنسميها 360 بانوراميك فيو. طبعا تقدر تشوف السقف مثلا، او تقدر انك انت تعمل تشوف الارضيات اللي موجوده، ولكن مش بيكون فيها ليفل اوف انتراكشنز، مش بيكون موجود معاك فيها ان انت انتراكت بقى زي الفي ار وكده. دي مجرد صور للعرض، وانت بتاخد شوتس ورا بعضها. الناس المعماريين يعني بيستخدموها بشكل كبير جدا عشان خاطر ان هم يبداوا يعرضوا الشغل بتاعهم، هو مش اكتر من كده. وبتاخد الشوت ده من مكان ثابت، بتاخده من مكان انك انت تتحرك في المكان ده يمين وشمال وتحت. في كمان حاجه ثانيه بيبقى اسمها 360 فيديو، برضه بيتم استخدامها في الصور. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن حاجه كده الويب في ار. احنا اتكلمنا عن الفيرتشوال رياليتي، اتكلمنا عن الميكسد رياليتي، اتكلمنا عن الاوجمانتد رياليتي، نيجي نتكلم عن الويب في ار. الحقيقه ان الويب بشكل عام دايما هو الحاجه اللي الناس كلها بتروح لها عشان فكره الشيرنج. يعني النهارده مثلا انت قررت انك انت تعمل ابلكيشن على يونيتي مثلا. يعني بالمناسبه اليونيتي بيقدر ان هو يصدر اي اكس اي، بيصدر موبايل وبيصدر ويب. هنتكلم عن يونيتي ان شاء الله في السلايدز اللي جايه. ولكن انت النهارده بتعمل الفي ار ابلكيشن دوت، بعد ما بتخلصه خالص بتاخد الفايل ده از ان اي اكس اي فايل. يعني ايه از ان اي اكس اي فايل؟ تاخد فايل اكسكيوتبل فايل تديه للكلاينت، يبدا الكلاينت يشغله. طيب لو انت عايز تديه ل 10 كلاينتس ل 20 كلاينتس، هتاخد الفايل ده وتديه لكل واحد يبدا يشغله. ولكن في الويب في ار لا، هي فكره الشيرنج دايما. الويب بشكل عام جدا الهدف الرئيسي منه ان هو الشيرنج. انت تخيل معايا النهارده لو انت شركه عامله برودكت او عامله منتج، وخدت المنتج بتاعك ده ورفعته على الويب بشكل في ار او بشكل ويب في ار،
الفكره كلها ان كل الكلاينتس الموجودين في اي حد في اي حته في الدنيا يقدر يخش ويتفاعل مع الابلكيشنز بتاعك ده ويبدا يعني يبدا يتعامل معاه. الويب في ار تقدر انك انت تعمل الابلكيشن بتاع الويب في ار عن طريق حاجتين او عن طريق سكتين. السكه الاولانيه انك انت بتتعامل زي ما اتكلمنا مع اليونيتي، بتاخد الموديل من الريفت بتحط الموديل ده في اليونيتي، واليونيتي بيقدر ان هو يطلع لك اكسبورت في حاجه اسمها الويب جي ال. الويب جي ال بدون ما اخش معاك في تفاصيل كتير، هو دي عباره عن جرافيكس لايبرري بان هي بتقدر تعرض اشكال 3 دي على الويب. فتقدر من خلال يونيتي انك انت تطلع ابلكيشن بيشتغل على الويب، ممكن الابلكيشن ده يبقى هو عباره عن ويب في ار. في طريقه تانية انك انت بتكرييت نيتف ويب في ار ابلكيشن باستخدام الجافا سكريبت. يبقى الويب في ار هو عباره انك انت بتبرنج التكنولوجي بتاعه الفي ار دي بتجيبها للويب، انت مش مجرد بتستخدمها از كفايل اي اكس اي فايل، لا انت بتجيب التكنولوجي دي وبتستخدمها على الويب. عشان خاطر تقدر انك انت تكرييت في ار ابلكيشن تقدر انت تحقق ده باستخدام حاجه اسمها اللايبريز بتاعه الجافا سكريبت، اشهرها حاجه اسمها رياكت في ار اللي هي بتستخدمها في الفيسبوك او المستخدمه في الفيسبوك، وحاجه ثانيه او لايبراري ثانيه اسمها الافريم. الافريم دي تعتبر برضو لايبراري من ضمن الويب في ار او من اوائل المكتبات اللي بدات تتعامل مع التكنولوجي بتاعه الويب في ار. طيب هل الفي ار او الويب في ار بالتقنيات ديت منتشر بشكل كبير؟ لا لسه الحقيقه مش منتشر بشكل كبير، ولكن المستقبل بتاعه جاي. طيب انا عشان خاطر اعمل في ار ابلكيشن محتاج اكون عارف ايه؟ محتاج اكون عارف HTML، محتاج اكون عارف CSS، محتاج اكون عارف جافا سكريبت. لو ترجع معايا كده للمحاضره اللي اتكلمنا عنها عن الفورج، كنا قلنا ان دول التكنولوجيز الاساسيه اللي كنت تكون عارفها قبل ما تبدا تتعامل مع الفورج. فعشان كده بنقول دايما ان البروجرامنج بشكل عام، مفيش انا شخصيا مش بحب اقول مبرمج بيم، او مش بحب اقول مبرمج جي اي اس، او مش بحب اقول مبرمج انشائي. لا انت راجل او مفيش مجال دراسه اسمه البرمجه الانشائيه او البرمجه الهندسيه، مفيش الكلام ده، وجهه نظري يعني. انت بتتعلم برمجه بشكل نيتف، واحد راح يتعلم بروجرامنج تماما. فلو انت النهارده كراجل انجينير عارف HTML، عارف CSS، عارف جافا سكريبت، فبالتالي تقدر تستخدم الكلام ده مع اوديسك فورج، تقدر تستخدم النولج ديت ان انت تكرييت ويب في ار، تقدر انك انت تستخدمها ان انت تعمل تطبيق ويب ملوش علاقه لا بالفي ار ولا بالفورج ولا باي حاجه. هي نفس التكنولوجيز دي، ولكن انت على حسب انت بتستخدمها في اي مجال، وعلى حسب انت بتستخدمها في اي دومين من ضمن الدومينز اللي انت بتبدا تشتغل عليها. بمنتهى البساطه الويب في ار زي ما قلت لك كده هي تقنيه اللي احنا بنعمله او الابلكيشنز اللي احنا بنعملها ديت، بدل ما انت شغال عليها بالاي اكس اي او ان انت بتشتغل عليها على اكسكيوتبل فايل او فايل بيكون موجود عندك على الجهاز بتاعك، لا انت بتقدر تنقل التجربه دي للويب باستخدام مكتبات كتيره. الحقيقه في مكتبات اكتر من الرياكت والافريم، ولكن الافريم هي الاشهر دلوقتي، والموضوع بيتطور بشكل كبير جدا يعني. طيب نيجي بقى بعد كده للسؤال الاهم بقى، او السؤال اللي الناس بتبدا تسال فيه. هو انا النهارده لو ان انا حبيت اشتغل على المجال ده، ان انا النهارده حبيت اطور تطبيق فيرتشوال رياليتي، حبيت ان انا اطور تطبيق اوجمانتد رياليتي ابلكيشن، ابدا اعمل الكلام ده ازاي؟ تبدا تعمل الكلام ده باستخدام تطبيقات اللي احنا بنسميها الجيم انجنز او محركات الالعاب. زي ما قلت لك قبل كده ووضحت لك ان محرك الالعاب دوت او يونيتي ده عباره عن جيم انجن بتقدر انت تستخدمه. طب يعني ايه جيم انجن؟ يعني محرك العاب. الفكره كلها انك انت عشان تبدا تطور جرافيكس او تعمل برامج فيها شغل جرافيكس تقيل او برامج فيها شغل جرافيكس كبير، ان او تطوير الجرافيكس او الجرافيكس ابلكيشنز ده واحد من اصعب التطبيقات او واحده من اصعب الدومينز بتاعت البرمجه اللي انت تبدا تشتغل فيه مجال بتاع الجرافيكس ده. يعني ان انت تعمل ابلكيشنز او جرافيكس ابلكيشنز دي بتبقى من الحاجات الصعبه جدا، او التطوير عليها بيكون صعب جدا. بتعمل ده طبعا باستخدام حاجه اسمها الاوبن جي ال اللي هي الاوبن جرافيكس لايبراري، ودي مكتبه عشان تتعامل معاها بتستخدم السي بلس بلس، وطبعا معروف السي بلس بلس لغه برمجه مش من لغات انك انت سهل تتعلمها وسهل تتعامل معاها. الجيم انجن بمنتهى البساطه ده بيكون عباره عن كانه هو مجمع لك معظم الفانكشناليتيز اللي انت ممكن تحتاجها لو انت جيت تعمل لعبه، او لو انت جيت تعمل ار ابلكيشن. بيجمعك معظم الفانكشناليتيز دي كلها ويحطها لك في انجن تبدا ان انت تستخدمه. يعني انت مثلا لو انت عايز تعمل جيم او انت عايز تعمل لعبه فيها انسان، الانسان ده والله بيتحرك، فبالتالي بيتحرك فوق وبيتحرك تحت وبيتحرك يمين وبيتحرك شمال. هو بيوفر لك الفانكشناليتيز ديت، فتقدر انك انت تستخدمها جاهزه في الجيم بتاعك او في الابلكيشن بتاعك. لو انت مثلا النهارده بتعمل في ار ابلكيشن والنهارده انت بتتحرك فلقيت مثلا حيطه او لقيت اي عائق ودخلت في العائق دوت هتعدي منه، طيب
انا عشان اعمل ده لا لازم يكون في كوليجن وتصادم وقصه كده. فبالتالي هو بيوفر لك الحاجات دي ان هو بتقدر تستخدم الاكواد اللي الديفلوبرز قبل كده عملوها عشان خاطر يعالجوا بيها موضوع الكوليجنز ده. فتقدر انك انت تستخدم الاكواد ديت جاهزه، فبدل ما تروح ان انت تعمل الكلام ده من اول وجديد وتبني الكلام ده من اول وجديد، لا انك انت تقدر تستخدم الاكواد دي، والاكواد دي تكون جاهزه تقدر انك انت تستخدمها. هي دي الفكره من الجيم انجنز، هو كانه كده مكتبه او كانه لايبراري فيها كم كبير جدا من الاكواد الجاهزه او الاكواد السابقه تقدر ان انت بعد كده تستخدمها او انك انت تبدا تتعامل معاها. مش هتروح تكرييت الكلام ده من اول وجديد، والا ما كانش في حد هيقدر يطور تطبيق في ار او اي ار لو هو بياخد الكلام ده وبيكوده من اول وجديد بالسي بلس بلس وبيعمل القصه ديت. لا انت بتستخدم حاجات ديفلوبرز قبل كده هم استخدموها. اشهر محركين العاب بيتم استخدامهم يونيتي والانريل. اليونيتي والانريل زي ما قلنا هم ديفلوب جيم انجن. طيب اي الافضل؟ الحقيقه ان الاقوى من حيث الجرافيكس الانريل، يعني ده حاجه اساسيه، الشغل الجرافيكس فيه اقوى وبيطلع كواليتي اعلى هو الانريل. ولكن التعامل معاه لو انت بتستخدم بقى او هتشتغل فيه از بروجرامنج، فالتعامل معاه بيتم من خلال السي بلس بلس، فده بيحتاج منك انك انت تكون عارف سي بلس بلس كويس قبل ما تبدا تتعامل مع الانريل. طب اليونيتي؟ اليونيتي هو انتجريتد بشكل كويس جدا مع السي شارب، فلو انت النولج بتاعتك كويسه في السي شارب تقدر انك انت تتعامل في اليونيتي بمنتهى السهوله، وهتطلع برضو برودكت يكون ليه كواليتي كويس. طيب في بعض التطبيقات الموجوده مثلا انسكيب بينزل على الريفت، او في تطبيقات تانية بتبقى سهله جدا ان انت تاخد الموديل تعمل له ريندر وتبدا تشتغل عليه. انا ايه اللي يوديني يونيتي وايه اللي يوديني للانريل؟ الحقيقه على حسب اللي انت التارجت بتاعك او على حسب الحاجه اللي انت عايزها. القوه بتاعت الجيم انجنز دي في البروجرامابيلتي، يعني انت تقدر تبرمج اي حاجه اليوزر ممكن يعملها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا النهارده عايز ابرمج الاضاءه، انا ممكن لما استخدم اكستنشن او حاجه جاهزه ما تدينيش الكابابيلتي دي او ما تدينيش الامكانيه ديت. عايز اعمل برمجه للابواب، عايز اعمل برمجه لحركه اليوزر، عايز اعمل برمجه ان الراجل مثلا في اماكن معينه درجه الاضاءه تختلف، ان هو لما يبدا يخش يفتح الباب مثلا ويبدا مثلا يضغط على مجموعه من البوتونز ابدا ان انا اغير له الالوان. هنا قوه الجيم انجنز، وهتفضل الجيم انجنز قويه في الحته ديت اللي هو فكره البروجرامابيلتي. عشان كده لما بتبقى في شركه بتتعامل بيه او عايزه تعمل تطبيق في ار وهو قدامه الانسكيب، ليه مثلا يروح يجيب في ار ديفلوبر؟ الفكره هنا بقى ان هو لا، هو عايز بروجرامابيلتي، هو عايز يبرمج الاكسبيرينس بتاعت اليوزر نفسها، عايز يبرمج شويه انتراكشنز اليوزر يقدر يعملها. هي دي النقطه الاساسيه اللي انت بتبدا تتعامل معاها، او هي اللي بتميز التعامل مع الجيم انجنز، ان انت تبدا تبرمج الانتر اكشنز بتاعه اليوزر. زي ما قلت لك اليونيتي بتتعامل معاه باستخدام السي شارب، الانريل او الانجن بتاع الانريل بتبدا انك انت تتعامل معاه باستخدام السي بلس بلس. هنا بقى يجي سؤال مهم جدا، يعني انت كده بتقول ان السي شارب دي اقدر استخدمها مثلا مع يونيتي ومع الريفت اي بي اي مع اوتوكاد اي بي اي مع الايتابس مع الساب، كل الكلام ده لو انا عارف سي شارب اقدر اتعامل معاه؟ الاجابه ايوه، بس تبقى عارف السي شارب بشكل كويس، مش مجرد انك انت عارف كم سطر كود او انت عارف كم حاجه. لو انت عارف سي شارب بشكل كويس، وقتها بالنسبه لك التنقل ما بين التكنولوجيز دي هيبقى امر بسيط جدا، لان كل تكنولوجي من التكنولوجيز دي اليونيتي ده مثلا هتلاقي معاك، هتلاقي عنده كوميونتي وكم دوكيومنتيشنز كبير جدا وكم دوكيومنتيشن رهيب جدا. انت ممكن تتعامل مع اليونيتي من غير برمجه، ولكن هتفقد القوه بتاعه البروجرامابيلتي اللي انا بكلمك عليه اللي هو اليوزر انتراكشن. لكن لو دمجت مثلا سي مع اليونيتي السي شارب، لا هتاخد انت الفول باور، يبقى انت كده متحكم بشكل كبير في الاكسبيرينس بتاعه اليوزر اللي انت عايز تطلعها. نفس الكلام في الاوجمانتد رياليتي او في الاي ار ابلكيشنز، التعامل مع الاي ار ابلكيشن داخل الجيم انجنز افضل كتير جدا من انك انت تتعامل مع حاجه ثابته. زي ما قلت لك ليه؟ عشان فكره البروجرامابيلتي. لو انت تعاملت مع الاي ار ابلكيشن باستخدام حاجات جاهزه ما فيش فيها برمجه، خلاص هتقف عند مرحله ال2 دي بقى 3 دي. طب لو انت بقى عايز تضيف انفورميشنز زياده، عايز تحط فيرتشوال بوتن زي ما شفنا في الميكسد رياليتي، عايز تعمل الكلام ده كله، يبقى انت وقتها هتحتاج تتعامل مع يونيتي وهتحتاج تتعامل مع السي شارب. فيبقى يونيتي والسي شارب دول، لو انت انا رايح اكتر ناحيه اليونيتي والسي شارب لان ده الحاجه اللي انا شغال بيها اكتر، انا مش شغال بشكل، ولكن اليونيتي والسي شارب ده الدومين بتاعي وده اللي انا شغال فيه. بتاخد انت الباور كله، بتاخد انت كل حاجه تقدر انك انت تعملها. الاي ار مع الفوفوريا انك انت تطلع ابلكيشن فيه كل حاجه انت محتاجها وفيه كل حاجه انت عايزها على موجود في بتاعك. طيب زي ما قلنا ان اليونيتي بيتم استخدامه اكتر مع السي شارب، والانريل بيتم استخدامه بشكل اساسي مع السي بلس بلس.
كده في السيشن دي كده انا خلاص كده خلصت اللي انا عايز اقوله. احنا قلنا ان احنا بنحاول نفك الطلاسم الموجوده ما بين الفرق بين الفي ار الاي ار الام ار الويب في ار وايه المقصود بالجيم انجنز واليونيتي والانريل. اتمنى كده ان السيشن دي كانت كده سيشن خفيفه اتكلمنا فيها مع بعض عن المجال دوت والمصطلحات المختلفه وقدرنا نفرق ما بين التكنولوجيز ديت والانواع المختلفه للتقنيات الموجوده في مجال الديجيتال رياليتيز. فلو حد عنده اي سؤال يبدا يتفضل. جزاكم الله خير يا استاذنا الفاضل. في حد كان بيسال على موضوع المنحه اللي هتتعمل بتاعه الفي ار والاي ار، لو حد عايز يستعد المنحه يجهز ازاي؟ طب هو الهدف من السكولرشيب دي انك انت يعني مش شرط تكون جاي تبقى عارف برمجه، لان احنا بنبدا من اول بتبدا تاخد معانا سي شارب البيزكس الادفانسد البيزكس الاوبجكت اورينتد الادفانسد وبعدين ويندوز فورم، بحيث انك انت تقدر تعمل سي شارب ابلكيشن كاي ديفلوبر عادي. خش بعد كده على المرحله الثانيه على يونيتي، وبنخش بعد كده على المرحله الثالثه اللي هي ازاي تستخدم اليونيتي مع الريفت مع السي شارب عشان خاطر تقدر تعمل ابلكيشن. طيب انا اكون جاي عارف ايه؟ زي ما قلت لك هو انت مش شرط يكون عندك نولج، ولكن تبقى عارف يعني ايه في ار، عارف ايه المجال بتاع الفيرتشوال رياليتي دوت. انت لو خلصت المنحه دي هتبقى انت شغال في ايه؟ لما اجي مثلا اعمل لك سؤال واقول لك قول لي ايه الفرق بين الفي ار والاي ار، تبقى عارف بحيث ان انت يكون عندك النولج الاساسيه او انت يكون عندك باك جراوند عن المجال ده. طب ايه الفرق بين الام ار والاي ار اللي هي الكلام اللي احنا بنتكلم عنه. انا مش بدور على حد عارف بروجرامنج عشان اديله منحه، انا عايز حد مش عارف واحنا نبدا نعلمه، ولكن يكون عنده يكون قاري عن المجال ده، ابسط حاجه قاري عنه. لان هو الفكره لما احنا جينا اعلنا عن المنحه وقلنا ان الناس تقرا عن الفي ار والكلام ده، هو الهدف في الاخر السكولرشيب بتاخد عدد محدد، بس الهدف ايه؟ الهدف ان انا لما اقول في امتحان او في حاجه ناس تبدا تقرا، في الاخر التجهيز او الاعداد للامتحان ده انت استفدت منه، خدت نولج جديده، قريت عن حاجه جديده، شفت تطبيقات جديده، شفت دومين مختلف عن الدومينز اللي انت متعود عليها وهكذا. بس فهو انا مش محتاج منه ان هو غير ان هو يكون عارف المجال ده او عنده باك جراوند عن الكلام ده، قاري عنه حتى. بس لنطاق الاسئله كلها للناس اللي مقدمه هيكون بيدور حوالين الكلام ده. اذا كان هو يعني مثلا ما يجيش حد ما يعرفش يعني ايه يونيتي خالص، مش انا بقول مش مهم يعرف يشتغل عليه، هيتعلم، لكن ما يبقاش عارف يعني ايه يونيتي، ما يبقاش عارف يعني ايه انريل وبيفكر ان هو يخش من حلقه كده، هو مش هي هي هيستفاد منها بشكل كبير يعني. تمام. طيب في سؤال، هل ممكن نستخدم اليونيتي مع ال3 دي ماكس؟ ولو حد عايز يسال بس يعمل راس هاند ويعمل مدخله عايز. في حد بيسال اليونيتي مع 3 دي ماكس؟ اعتقد عادي، ما هو اصلا الماتيريال انت بتاخد ال 3 دي موديل مثلا من الريفت توديه، ده الورك فلو المعتاد يعني الاغلب الناس ممكن تعمله، تاخد الموديل من اليونيتي تحط توديه ل 3 دي ماكس عشان خاطر الماتيريال، وبعدين تصدره ليونيتي تاني بس. طيب لكن الموديل نفسه بيتبني على ممكن الموديل نفسه بتعمل على الريفت يعني، تاخد الموديل من الريفت وباستخدام يونيتي ريفلكت كمان انت تقدر تعمل دايركت زي ما اتكلمنا نيتف انتجريشن على طول، مش محتاج تروح ان انت تصدر لل 3 دي ماكس وكده. وفي دلوقتي بلجنز كتير على الريفت بتصدر لليونيتي الحاجه بالماتيريال بتاعتها كمان. تمام. في سؤال بيسال باستخدام الاي ار، هل هو فعلا بيظهر فعلا شبكه مواسير موجوده بالفعل، ولا هو بيظهر البيم موديل وبيسقط على الواقع؟ لا، بيظهر البيم موديل بيسقطه على الواقع. هو يعني هو يعرف منين ان في حاجه هنا؟ هو الفكره ان انت لما بتصور السقف مثلا بيبقى في صوره او في رقم او في حاجه، هو بيقدر يعني يعمل عليها انكورنج، ان هو يقدر يديتكت الحاجه ديت، وبالتالي يبدا يظهر لك ال3 دي موديل الموجود، لكن ما بيظهرلكش الحاجه الحقيقيه، لان هو ما بيعملش بنتريشن، هو مش رادار، هو ما بيصورلكش الحاجه بشكل حقيقي. لا، ده هو بيظهر لك ال3 دي موديل بتاع الحاجه ديت في الواقع. انت بتشوف ال3 دي موديل او البيم موديل اللي هو مرسوم بتاع الدكتات مثلا، لكن انت مش بتشوف المواسير الحقيقيه. لا طبعا. لو هو ده السؤال، هو ده السؤال. في حد بيسال على البرامج اللي ممكن تحول ال 2D ل 3D؟ هو يعني هو بتبقى ابلكيشنز، انا ما عنديش ما اعرفش برامج جاهزه انا ما بشتغلش عليها، بس انت بتعمل ابلكيشن باستخدام الفوفوريا مثلا، انت اللي بتعمل الابلكيشن ده وبتاخده عندك على الموبايل وبتعمله وبتشتغل عليه يعني. يعني انت ممكن تعمله ومش محتاج اي بروجرامنج نولج، طالما انت واقف عند مرحله صوره هتطلع لها 3 دي موديل بتاعها بس، مفيش بقى اي انتراكشنز، مفيش اي انفورميشن هتتحط، مفيش الكلام ده كله. اي حد يقدر يخش بشويه خطوات ثابته يعمل الموضوع ده، موضوع سهل يعني مش صعب. لو هو على قد ال 2 دي تحول 3 دي، هتضيف بقى حاجات، هيبقى فيها بروجرامنج، هيبقى فيها تقدر انك انت تستخدم فيرتشوال باتونز مثلا، لو انت دوست على حاجه في الاي ار موديل يظهر لك الداتا بتاعته. لا، الكلام ده محتاج برمجه ومحتاج
مع جيم انجنز. طب طيب في كذا حد بيسأل عن تفاصيل المنحة أو لينك التقديم ليها. مش نصر. بعد ما خلص دي على البرنامج كان المفروض اخره اخر سبعه. تمام. طيب في حد بيسأل الأسامي طب ممكن نعرف أسماء للفي آر بتدعم شغلنا؟ عشان في أنواع كتيرة وفي حاجات سينا، هو تقريبا بيسأل على أنواع النظارات اللي موجودة. في اتش تي سي 5 دي نظاره من ضمن النظارات الكويسه، في حاجه اسمها سامسونج جير برضو، دي سامسونج جير في ار اعتقد. دي اشهر الانواع يعني، انا اشهر انواع للاتش تي سي 5 مثلا يعني، اتش تي سي 5 من النظارات الكويسه يعني. تمام. طيب باشمهندس محمود اتفضل. شكرا يا باشمهندس عمر، وشكرا يا باشمهندس مصطفى، ما شاء الله السيشن ممتازه. انا بس كنت عايز اسال باشمهندس مصطفى سؤال سريعا كده. احنا استخدمنا اوريدي السي شارب، سامعيني؟ انا مش سامع، اتفضل. احنا اوريدي في شركتي يعني استخدمنا السي شارب، انا معايا حد ديفلوبر هو ما شاء الله شاطر جدا في موضوع السي شارب ده، استخدمنا السي شارب واليونيتي وعملنا حاجه 4 دي سيموليشن كانت ممتازه جدا، لكن بيفضل عندنا حاجتين، نقل الكلام ده على الويب، لان ستيل زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه احنا ستيل اي اكس اي، عشان ننقله على الويب في بعض الخطوات احنا مش عارفينها، مش عارفين تتعمل ازاي، وفي نقطه تانية اللي هي اليو اكس واليو اي. هل ده بيحتاج حد يكون عارف يو اكس ويو اي؟ لان الزراير احيانا بيبقى انت عملت سيموليشن ممتاز، لكن الزراير شويه شكلها مش احترافي، هو الراجل في النهايه يعرف سي شارب. اتفضل. تمام. طيب خلينا نبدا من النقطه او السؤال الثاني. اليو اي واليو اكس ليه متخصصين؟ يعني انا كمصطفى ديفلوبر، انا كمصطفى عماد ما بعرفش اشتغل يو اي ويو اكس خالص، يعني ما اعرفش اقول لك الزرار ده يبقى حلو هنا فوق ولا تحت، يمين ولا شمال. في ناس دي شغلتها، يعني انت اليو اي عشان تبقى عارف، اليو اي ده اللي بيبرمج شكل، يعني بيحط لك الاشكال، الالوان، مش عارف ايه الكلام ده. اليو اكس لا، هو بيقول لك زي ما انت لو انت معاك موبايل او تطبيق. في ناس شغلتها بس انها تقول لك لا الزرار ده يبقى فوق، لا الزرار ده يبقى تحت، لا البوتون ده يبقى البوتون ده يبقى يمين شويه، البوتون ده يبقى شمال شويه. ده تخصص، ده ناس دول بيبقى اسمهم يو اكس ديفلوبر. تمام. فده يبقى في متخصصين. احيانا اليو اي او الناس اللي بيشتغل يو اي ديفلوبر بيكونوا عارفين يو اكس فبيقدر يساعدك، يبقى انت معاك واحد بس بيشتغل يو اي ويو اكس، بيشتغل الاثنين مع بعض. لكن ده تخصص وده تخصص تاني، ده ليه ناسه وده ليه ناس تانية. فده بالنسبة للشكل اللي انت حضرتك بتتكلم فيه. وده على فكرة مهم جدا في الاخر، ان برضو انت ممكن تكون عامل شغل قوي جدا بس في الاخر الاظهار بتاعه وحش. وهنا الابلكيشنز دي مينلي استخدامها كله عشان خاطر ان انت تبهر العميل او ان انت تبهر الكلاينتس او تشد انتباه الكلاينتس. فممكن تكون عامل شغل محترم جدا بس الاظهار بتاعه مش حلو. فدي نقطه، فالحاجه دي مهمه جدا ان يكون في حد بيقدر يشتغلها. الديفلوبرز يعني السي شارب ديفلوبرز معظمهم او معظمنا يعني او الناس اللي اعرفها مش كلهم بيكونوا شاطرين في حته اليو اي، يعني مش لان دي بتبقى عايزه حد ليه بال طويل شويه، مش تمام. كلهم يعني شاطرين فيها. فده ليه تخصص. ده كده بالنسبه للسؤال الثاني. السؤال الاول، الكلام ده ينفع على الويب؟ اليونيتي انت عشان تشتغل اي حاجه جرافيكس على الويب لازم تشتغل عن طريق حاجه اسمها ويب جي ال. تمام. الويب جي ال دي اللايبراري اللي انت ممكن تعرض فيها اي 3 دي موديل على الويب، او اي 3 دي اي 3 دي موديل بيم او غير بيم بيتعرض على الويب باستخدام تكنولوجيا الويب جي ال. تمام. تمام. اليونيتي عنده انواع من التصدير، يعني ايه؟ اليونيتي بيقدر يصدر الملفات ديت بشكل اكس اي. ده صح فعلا، صح. وبيقدر يصدره اندرويد، وبيقدر يصدره اي او اس، وفي احد الاوبشنز ويب جي ال. التصدير بتاع ويب جي ال ده بيخرج لك مجموعه فايلات كده من ضمنهم فايل اتش تي ام ال. تمام. الفكره بقى ان انت بتاخد الكلام ده تعمل له هوستنج على سيرفر بس بمنتهى البساطه وتبدا تشتغل عليه. فهو انت لما تعمل هوست على سيرفر بتاخد مجموعه الفايلات اللي جات لك مع الفايل بتاع الاتش تي ام ال ده، وبتبدا تراوت على الفايل بتاع الاتش تي ام ال ده. بس اهم حاجه الحاجه تتحط في باصص مظبوطه، يعني دي عايزه دي لو الديفلوبر اللي معاك سي شارب ديفلوبر بس ومش ويب ديفلوبر مش هيقدر يطلعه في حد تاني ويب، في حد تاني ويب بس خلاص. فهو انت بتاخد الكلام ده تهوستها على سيرفر وعادي كانه لعبه شغاله على الويب. فانت تقدر تاخد الكلام ده وتصدره ويب جي ال. هنا يونيتي وفر عليك شغل كتير جدا 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 في ان هو بيطلع لك الحاجه في شكل ويب جي ال، بيقول لك اتفضل.
بيقول لك اتفضل الحاجه دي واشتغل عليها على الويب، على بقى الويب براحتك، والناس تخش وتانتراكت، وكانك بالظبط بيديني للعميل كفايل اي اكس اي العميل بيجرب وشغال عليه. شكل لك جدا. انا بس يفضل سؤال واحد، لو تعرف حد يو اتفضل. اكس يا ريت تبقى تبعته لي او تبعته لمهندس عمر يشيره معايا اتكلم حاضر معايا. يبقى انا ماشي يا شاكر لك جدا. شيخ، شكرا شكرا حاضر يا فندم. ماشي. اتفضل. طيب اوبشنز كريم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام شكرا ورحمة جزيلا طبعا لبشمهندس مصطفى، وشكرا جزيلا لبشمهندس عمر. بس انا عندي سؤال، تطبيقات الاي ار والفي ار عامه، هل في تطبيقات للاي ار والفي ار في فكره التخطيط المدن وتخطيط الطرق مثلا الترافيك جي اس. بشكل واسع؟ في الجي اس، في الجي اس بيستخدم في الجي اس. يعني الجي اس هو اللي بينتجريت هنا بقى، مش البيم. يعني انت لو بتتكلم مثلا، لو انت عايز مثلا، كان في احد التطبيقات شفتها ان هو مثلا معاه الموبايل مثلا بتاعه وماشي مثلا في الشارع، فبيفتح التطبيق فبيقدر يشوف المواسير بتاعت البنيه التحتيه من خلال الموبايل ابلكيشن بتاعه. فده بيتم، ينفع برضه. بس لو انت بتتكلم عن المجال ده مع التخطيط، غالبا اكتر هيبقى ميال للجايس بشكل اساسي يعني. لكن هو ينفع طبعا عادي. انت بقى بتسالني هل في تطبيقات جاهزه؟ لا، الحاجات ديت معظمها الناس اللي بتعملها. لان انت يعني عملت تطبيق جاهز ازاي؟ هجيب المودلز منين؟ يعني انا اجيب المودلز منين؟ انت اللي بتديني المودلز دي، وانت اللي بتعرفني ان لما تبدا والله الايمج بتاعتك او الكاميرا بتاعتك تصور حاجه معينه، اظهر لي بناء عليها ال3 دي موديل ده. فالتطبيقات دي الشركات اللي بتعمل حاجه هي اللي بتعملها، لكن مش تطبيق جاهز ليها، او يمكن انا ما اعرفش تطبيق جاهز ليها. لكن الاغلب هو بيحصل بالطريقه اللي انا بقول لحضرتك عليها ديت. انتوا اللي بتعمل الموديل، وبتبدا تلينك الموديل دوت مع صوره معينه او مع حاجه معينه باستخدام يونيتي، لو بنتكلم عن يونيتي، ومع منصه مشهوره جدا اسمها فوفوريا. معلش اسمها ايه تاني؟ فوفوريا، فوفوريا. فوفوريا. تمام جدا، تمام، شكر جدا وزي ما شكرا بقول لك الموضوع لو ما فيش فيه بروجرامنج كتير، يعني هي خطوات ثابته هتعملها بسهوله. لو موضوع فيش فيه انتر اكشن، تمام. طيب هل فكرة الموديل هل بيكون هنا بقى لو على مستوى مدينة بيكون تقيل بشكل كبير فبيحتاج إمكانيات معينة، ولا للأجهزة اللي بص شغال عليه، ولا لا مش شرط؟ انا هقول لك. انت لما تيجي تتعامل مع تطبيق اي ار، انت بتتعامل بناء على اليوزر اللي ماسك الحاجه، او اليوزر اللي ماسك الابلكيشن ده. فاليوزر اللي ماسك الابلكيشن ده لو جه عند، لو مثلا واقف في الشارع وعايز تقول له حاجه معينه، هتعرض له الحاجه بتاعت المدينه كلها؟ اكيد لا. يعني تعرض له الحاجه اللي مناسبه ليه هو، او الحاجه اللي هو عايز يشوفها. بتبدا تقسم بقى المودلز بتاعك دوت على مجموعه مثلا سي صور، او على مجموعه حاجات ثابته. فلما مثلا الكاميرا ديتكت حاجه معينه، يظهر لها الموديل ايه. يعني مثلا ممكن تقسم الكلام ده كله على كذا موديل. اما ديتكت مثلا حاجه معينه، فيظهر لها موديل ايه. ديتكت حاجه ثانيه، يظهر لها موديل بي. حاجه ثالثه، يظهر لها موديل سي. عشان في الاخر اليوزر، انت عايز تعمل له ايه؟ عايز تديله انفورميشن في المكان اللي هو موجود فيه، مش عايز تديله انفورميشن للمدينه كلها. لكن عايز تعمل حاجه بقى للمدينه كلها، لا. يبقى انت كده، لو على حسب ما انا فاهم برضو، لا كده اعمل في ار ابلكيشن بقى، البس بقى النظاره وخش عيش بقى جوه المدينه، وروح وتعالى واعمل الكلام ده كله. هيبقى تقيل، هيبقى مش تقيل، لا مش هيبقى. لان انت هنا وقتها انت بتاخد الموديل بالنسبه لليونيتي، انت ما بتاخدش البيم موديل بمعظم الانفورميشن بتاعته، انت مين اللي بتاخد الجيومتري وبتبدا تتعامل معاها. تمام جدا. فكانك بالظبط عامل لعبه، يعني كانك بتعمل جيم. فشوف اي امكانيات الجهاز اللي بيشغل جيم، هيشغل يعني جيم على حسب حجم البروجكت بتاعك، هيشغل البروجكت بتاعك بسهوله يعني. تمام، متشكر جدا ليك، شكرا جزيلا. أفهم. باشمهندس علاء اتفضل. باشمهندس علاء اتفضل. ايوه اتفضل. تمام. تمام. انا الاول بشكر طبعا باشمهندس مصطفى وباشمهندس المنظمين. انا بس كان عندي تعقيب سريع على سؤال باشمهندس كريم. هو طبعا دلوقتي هم في خدمه دلوقتي اتاحوها الـ AR Maps عن طريق جوجل مابس، يعني فبتقدر تنافيجيت من خلالها. الا بقى لو هو عايز يبيلد الموديل نفسه ويعيد استخدامه ويعمله داونلود يستخدمه في VR، ده قصه تانية. بس انا كان عندي سؤال لباشمهندس مصطفى.
يعني الاستخدام الاي ار في النافيجيشن في الاوت دور الى حد ما سهل نسبيا يعني، لكن في الاندور الوضع ممكن يبقى عامل ازاي؟ ممكن هل في طريقه لحل الموضوع بدون استخدام سنسورز او حاجات تكون مكلفه؟ ممكن باستخدام البيم موديل مثلا اقدر اعمل انا النافيجيشن ولا عارف صعب؟ الموضوع ده. اقول لك انا، بص مبدئيا ده ملوش علاقه بالاي ار، دي حاجه اسمها اندور نافيجيشن لو انا فاهمك صح. يعني انت مثلا عايز تمسك موبايل فتمشي جوه فيظهر لك الخريطه بتاعت المبنى، فتمشي جوه المبنى بناء على الخريطه دي. يعني مثلا انت في مول كبير وانت واقف في دور معين، عندك محل معين، محل ايه، فانت عايز تروح لمحل بي، صح كده؟ فانت ماسك تمام. الموبايل بس بتاعك وماشي ورا خريطه، يعني خليني اقول لك عشان افهم انا صح ولا لا، وماشي ورا خريطه توصلك. هو ده السؤال؟ لا، انا مش عايز الخريطه، انا عايز في الاخر زي ما بستخدم الاي ار ككاميرا الموبايل عادي، ويظهر لي الاسهم والحركات زي ما الابلكيشن اللي عاملاه جوجل في الاوت دور. انا عايز اعمل نفس الموضوع في الاندور، يعني وصلني مثلا لقاعه محاضرات معينه باستخدام الاي ار بالكاميرا بتاعت الو. معلش الصوت. هو اللغة سامعني حضرتك كده؟ كده تمام. الو، ايوه تمام. سامع بص، حضرتك. الحاجة بتتكلم فيه ده حاجة اسمها، تمام، دي حاجة اسمها اندور نافيجيشن، دي مبدئيا دي حاجة اسمها اندور نافيجيشن، تمام سواء هتعملها على خريطة او هتعملها بتطبيق في ار. يعني في الاصل النافيجيشن ده بيتعمل على خريطة، ده الاصل بتاعه. جوجل طورت وقالت لك بدل ما انا اخليك تمشي ورا خريطة، لا انا هعمل لك شوية اسهم وبتاع وحركات، بس في الاخر انت بتدور فين؟ انت بتدور على لوكيشن، صح كده؟ صحيح في الاخر صحيح. انت عايز لوكيشن، سواء بقى هتمشي على خريطه، هتمشي على في بي اس او فيجوال بوزيشننج سيستم، في الاخر انت عايز لوكيشن. مشكله بقى في داخل المولات او الكلام ده، ان الاندور نافيجيشن مثال الاوت دور، انت الجي بي اس بيجيب اللوكيشن بتاعك، جوه الجي بي اس مش هيعرف. مظبوط. فايه الحل بقى التاني؟ بقى الحل التاني بقى انك انت تبدا تستخدم في كذا كذا طريقه. اكتر الطرق استخداما انك لازم تستخدم السنسورز جوه المبنى، لان من خلال السنسورز دي هي اللي هتحدد اللوكيشن بتاعك جوه المبنى، وبناء عليه تبدا تحدد اللوكيشن اللي انت رايحه، وتبدا ترسم لك الباث اللي انت تمشي عليه، سواء الباث ده كان من خلال خريطه، الباث ده كان من خلال في بي اس او اللي هي الفيجوال بوزيشننج سيستم. في الاخر انت لازم في باث هتمشي عليه. طالما بتتكلم على لوكيشن داخل مباني، يبقى انت كده محتاج حاجه ديتكت اللوكيشن. في سنسورز بتتحط، في بيقدروا يعملوا ده باستخدام شبكات الواي فاي مثلا، اللي هو شبكات الواي فاي تقدر تديتكت اللوكيشن بتاع الموبايل بتاعك وهكذا. لكن وانس بقى انك انت حددت اللوكيشن باستخدام السنسورز، تمام، او باستخدام شبكات الواي فاي، وقتها تقدر تمشي بقى سواء بقى على خريطه او تقدر تمشي من خلال تطبيق اي ار. في الاخر ان تطبيق الاي ار او الخريطه هو ماشي ورا لوكيشن، يبقى هي المشكله داخل الاندور هي تحديد اللوكيشنز. الجي بي اس جوه الاندو، الجي بي اس جوه المباني ما بيقدرش يحدد، ما بيعرفش انت فين، صحيح فانت محتاج حاجه من صحيح. جوه المبنى هي اللي تبدا توجهك وتحركك. وانس ان اللوكيشنز دي جت او اللوكيشنز دي بقت ايدنتيفايد متعرفه، خلاص تشتغل بقى على خريطه، تشتغل باستخدام في بي اس زي جوجل عاملاه، هيبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. وبالمناسبه المجال ده واحد من اكتر المجالات دلوقتي اللي ازري شغال عليها بشكل كبير جدا جدا جدا، انها بتحاول تطور تطبيقات الكلاينتس او الناس تستخدمها جوه المباني. ده من انواع الابلكيشنز اللي المستقبل فيها بشكل كبير هيكون جاي الفتره اللي جايه. تمام، انا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس. تحت امرك. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس مصطفى على المحاضره الممتعه، وجزاكم الله خير. انا بعت الرابط بتاع تسجيل الحضور لو حد عايز يعمل تسجيل الحضور، وان شاء الله الشهاده تطلع المحاضره اللي جايه على اساس ان لسه في محاضره كمان. الف شكر لكم كلكم.